السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ الجزء الثاني من الهيلمنثولوجي اللي هو السيستود. لما نيجي نتكلم عن السيستود او الديدان الشريطية، احنا خدنا المرة اللي فاتت التريماتود وقارنا ما بينهم. طب تعالى نشوف السيستود. السيستود الجنرال كاركتر بتاعتها او الجنرال استراكتشر بتاعتها، اول حاجة هنتكلم عن الادلت، او هو بس اللي هنتكلم عنه اصلا، لان الباقي كلام في السريع كده هنقوله لما نيجي عند المثال اللي هندرسه في السيستود. فانت عندك الادلت بيقول لك هو elongated ribbon like، يعني شبه من الاخر الشريط بالمنظر ده. فلاتن دورزو فينترالي، فلاتن دورزو فينترالي يعني ايه؟ ما هو دورزو فينترالي ده الدورزم بتاع الهاند وده الفنترال، فهو عايز يقول لك ان هو لما بتشوفه من قدام بيبقى عامل كده مبطط، لكن لو انت جيت تشوفه من الجنب هتلاقيه عامل كده. ليه؟ لانه فلاتن دورزو فنترالي. بعدين نو اليمنتري تراكت، مفيش جي اي تي، نو فاسكولار تراكت، اول ار هيرمافرودايت. احنا عارفين ده، قلنا ان التريماتود فيه شويه هيرمافرودايت يعني خنثى بتحتوي على الميل والفيميل جينيتال اورجان، وفي شويه سيبريت سكس اللي هي الشيستوزوم، صح؟ وقلنا ان النيماتود كلها سيبريت سكس، صح؟ والسيستوت كلها هيرمافرودايت او دايوشيس. عارف دايوشيس؟ لما تيجي تنطقها تحسها ايه؟ زي كانك بتقول ديوث، مخنث. دايوشيس داي يعني اتنين، واوشيس يعني الجينيتال اورجان، فدايوشيس او السكشوال اورجان، فدايوشيس يعني بيحتوي على الاثنين سكشوال اورجانيل، تمام؟ بعدين السايز فاريبل جدا، يعني انت تلاقي السيستود بدأ من عند 1 ملي تلاقي فيه دوارف وورم زي اللي هناخدها مثلا، دوارف يعني قزم، دوارف وورم زي اللي هناخدها اللي هي النانا، الى دودة تلاقيها 10 متر طولها. 10 متر طولها 10 متر يا دكتور يعني ايه؟ يعني تعبان؟ لا ما هي مش تعبان، ما احنا متفقين انها سيجمنتد، احنا متفقين ان السيستود كلها سيجمنتد وورم. فهي بتبدا الاول بهيد او اسكوليكس اللي هي الراس اللي انت شايفها دي، فدي كده هيد او اسكوليكس، والهيد بيبقى محطوط او بيبقى فيها سكر. فين السكر؟ اربع سكر اللي انت شايفهم دول، ده سكر. السكر اتفقنا اللي هو المصاصه اللي انت بتفرغ الهواء وتلزقها في ازاز العربيه عشان تعلق دبدوب مثلا، بتعلقه ازاي في الازاز؟ بمصه كده. هو في سكر، اربع سكر، اتنين انت شايفهم قدام وفي اتنين الناحية التانية. واحيانا يكون عندها هوكس، هوكس طلع كده زي السنان كده زي الشوك، تمام؟ فاول حاجة انت في هيد، ادي الهيد، بعدين في نيك، اللي هيحصل منها الديفلوبمنت بتاع الحاجات دي. عارف انا بشبهها بايه؟ عارف القصب؟ عارف لما بتزرع قصب، حد شاف القصب بيبقى ايه؟ بيبقى معروف ان احسن حتة في القصب بيبقى الجدر بتاعها ده، صح؟ وبعدين تلاقي القصبة شوية تروح مطلع عقلة كمان، بعدين تطلع عقلة كمان، العقلة دي مش مسكرة بس العقلتين دول مسكرين شوية، ويفضل القصب بتاع السكر ده عمال يعمل عقل عقل عقل، فالعقل عمالة تطول، كل ما تطول ده بيكتمل السكر بتاعه وتطلع لك فوق حتة قصب مش عارف بيسموها الزعزوعة، صح؟ نفس القصة، الدودة بتاعتنا أول حاجة هي الهيد الاسكوليكس والنك. النك يطلع منها ديفلوبمنت لحته اماتيور، فيبدا يطلع شويه كده اماتيور سيجمنت. يعني ايه اماتيور؟ يعني لسه السكشوال اورجنز بتاعتها لسه ما اكتملتش، تمام؟ بعدين يروح جاي طالع واحده ماتيور. يعني ايه ماتيور؟ يعني خلاص بقى فيها الاوفري وفيها التستس وفيها اليوترس وبقت كامله سكشوالي. السيستود اغلبها اليوترس بتاعها مقفول، يعني ايه؟ يعني بتفضل تبيض البيض عمال يتخزن جواها لحد ما تبقى حامل. حامل يعني جرافيد، حامل يعني جرافيد، يعني ما تقول على واحده مالتي جرافيده يعني حملت كتير. فهو لما اليوترس كونه بلايند مقفول، فيروح جاي مخزن البيض فيها في شكل برانشز كده، برانشات من البيض، برانشات من البيض. ده ايه ده؟ ده يوترس مليان بيض، فراحوا مسمينها جرافيد سيجمنت. يبقى انت عندك اول حاجه في هيد، ثم نك، ثم ستروبيلا او بروجلوتويدز. يعني ايه؟ يعني قطع او سلسله من السيجمنت. السلسله اللي من السيجمنت دي ثلاث انواع، اماتيور
اللي بعد شويه هتبقى ماتيور، اللي بعد شويه هتبقى جرافيد. يا دكتور بعد شويه يعني هي نفسها تتحول؟ ايوه بتتحول، على ما تتحول لماتيور تزق ويروح تلاقي واحده مكانها زي القصب عمال يطلع عقل عقل عقل، والعقل عماله تطول. عندك الـ اول عقله اللي هي الهيد ثم النك ثم اماتيور، وبقى عماله دي تطلع الاماتيور تبقى ماتيور، فيروح تلاقي واحده كمان من هنا كده اماتيور، وعماله تسلم عقل مع بعض بقى، ويمشي لحد ممكن توصل 10 متر وتبص عليها تحت الميكروسكوب. يعني مش 10 متر يعني انت تفكر مثلا ان هو هيبقى حبل 10 متر، لا، ما هي ميكروسكوبك، عرضها ميكروسكوبك وسمكها ميكروسكوبك. ينفع تشوفها يا دكتور باي نيكد اي؟ ايوه ينفع تشوفها باي نيكد اي. تمام. بعدين يا دكتور يبقى هيد نيك استروبيلا او سيجمنت. السيستود بتتقسم الى، طبعا السيستود احنا قلنا اسمها تيب ورم، تيب ورم يعني الديدان الشريطيه. السيستود بتتقسم الى حاجه من حاجتين، يا اما تكون انتستينال او انتستاينال، والانتستاينال معناها انها عايشه في السمول انتستين، سمول ولا لارج؟ لا سمول، فهي عايشه في السمول انتستين، اوكي، وتيشو. ولكن في حاله الانتستينال او الانتستاينال سيستود، المان يمثل ديفينيتيف هوست. حد عارف يعني ايه المان يمثل ديفينيتيف هوست؟ مين شاطر؟ ايوه دكتور، ديفينيتيف هوست يعني بيحتوي على ادلت، يعني هنا هيبقى عنده الادلت. في حاله التيشو سيستود، المان يمثل انترميديت هوست. حد عارف يعني ايه انترميديت هوست؟ ايوه دكتور، يعني شايل اللارفا، هنا شايل اللارفا ان تيشو. على فكره مين يا دكتور فيهم اخطر واسوأ؟ التيشو طبعا. المان شايل الادلت في السمول انتستين، فكل الموضوع ان بطنه هتوجعه ونوزيا وفوميتنج ودياريه ومش عارف ايه، وعمال ينزل بيض وجرافيت سيجمنت وماتيور سيجمنت في الاستول. لكن لو المان انترميديت هوست، فمعناه انه عنده لارفا في التيشو. يعني فين؟ يعني في مخه او في المصل او في البون او في عينيه او في القلب او في الليفر، فممكن يطلع له في اي حته، او في اللنج تطلع له في اي حته في جسمه، فساعتها اصلا العلاج في الغالب بيبقى جراحي. يعني ساعتها هيكون العلاج جراحي، ودي حاجه مش سهله. تمام. طيب تعالى يا دكتور، يبقى انا عندي التيب ورم او السيستودا ممكن تكون حاجه من حاجتين، يا اما انتستاينال يا اما تيشو. لو انتستاينال فالمان يمثل ايه؟ يمثل ديفينيتيف هوست. طيب لو تيشو يمثل ايه؟ يمثل انترميديت هوست. انتستينال يعني الهيومن هيبقى ديفينيتيف هوست، وده معناه انه بيحتوي على ادلت. وده على فكره بالمناسبه تلاقي كل الامراض بتاعته برضو ايزس، لو تفتكر لما قلت لك في التريماتودا. اما ده بيحتوي على لارفا، هتلاقي الامراض اخرها اوزس، يعني تلاقي سيستي سيركوزس، كونيروزس، هايداتيدوزس. ده معناه ايه؟ سيستي سيركوزس يعني في سيستي سيركس بتاعت التينيا سوليم، هايداتيدوزس يعني هايداتيد سيست، كونيروزس يعني في كونيروس سيست، وهكذا. يبقى انت عندك ممكن المان يمثل انترميديت هوست وهيبقى فيه لارفا والمرض بتاعه اوزس، وممكن المان يكون ديفينيتيف هوست يعني فيه ادلت والديزيز ايزس. السيستود تاني بيروح مقسمينها الى سودو فايليدي وسايكلو فايليدي. السودو فايليدي او السودو فايليديا دي عباره عن ايه؟ بيقول لك ان السكوليكس بتاعها بيبقى الونجيتد. الونجيتد يعني ازاي؟ يعني يا دكتور بص المنظر بيبقى شكله عامل كده. اما السكوليكس في السايكلوفايليدي بيبقى شكله عامل كده. جلوبيلر. يبقى ده الونجيتد وده جلوبيلر. تمام. ممكن احيانا كمان تلاقي طالع له الراس، الراس شكلها عامل كده. الروستيلم. اسمها روستيلم. الفيكسيشن هنا ببوثريا. بوثريا يعني حته شالو هنا كده، بص المنظر اهو ده البوثريا. اما هنا الفيكسيشن باي سكر، السكر اهي، وهوكس. هوكس تلاقي دي هوك، بص كده في الروستيلم اللي هو طالع لها فوق ده القرن ده. الجينيتال بور هنا، الجينيتال بور اللي هيدخل منه الـ 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 الخلايا عشان تعمل فيرتلايزيشن. الجينيتال بور فينترال، هنا لاترال. جينيتال بور هو لاترال اهو، بص.
اليوترس هنا open ventrally، ركز اليوترس ايه؟ open. طب اليوترس هنا blind، علشان دوت سؤال MCQ. هنا open مفتوح، سؤال لما يبقى مفتوح فالإجز بتاعته هتخرج على طول أول بأول، هيحمل هيتملي إج ويبقى جرافيت؟ لا، فكون اليوترس open فهتلاقي no جرافيت سيجمنت، وكون اليوترس بلايند فهتلاقي ان في جرافيت سيجمنت. يعني ايه بلايند؟ بلايند يعني اليوترس اهو مقفول، فلما يفضل يتملي يروح جاي عامل لك جرافيت سيجمنت بالمنظر ده. ده ايه ده يا دكتور؟ ده يوترس مليان اجز فنسميها جرافيت سيجمنت. يبقى انت تبقى عارف ان السودوفايليدي بيبقى اليوترس بتاعها مفتوح، وبالتالي مش هتلاقي جرافيت سيجمنت. اما السايكلوفايليدي اليوترس بتاعها بلايند، وبالتالي هتلاقي جرافيت سيجمنت. في حاجه اسمها فيتيلاريا او فيتيلاين جلاند او اليوكساك جلاند او اليوك سيل جلاند، ودي بتشارك في تكوين الاجز. الفيتيلاين هنا تلاقيها سنجل ماس، شايف المنظر؟ لكن هنا لو انت جيت ترسم السيجمنت الماتيور سيجمنت تبص تلاقي ايه عامله كده؟ ايه ده؟ سكاترد، نقط. يبقى هنا الفيتيلاريا سكاترد، لكن هنا سنجل ماس. السنجل ماس اللي هي تحت دي، ده يوترس ودي الفاجينا ودول اتنين اوفري وده التستس. تاني دكتور ده ايه؟ ده يوترس. علينا يا دكتور؟ لا، يعني على الهري ده عليك؟ لا، وده الاوفري وده الفيتيلاين وده التستيس وده الجينيتال بور وده الفاجينا. علينا؟ لا، ليه؟ اصل انا هشرحها لك بمنتهى الهبل والسهوله واحنا بنبص عليها في شريحه العملي، فجاست اروح مفكرك بالجدول ده بسرعه. يبقى مطلوب ايه؟ ان انت تبص على الصوره تعرفها وخلاص. لكن انت كدكتور هتستفيد ايه يعني لما تدرس الجهاز التناسلي لانثى الدوده؟ مش هتستفيد حاجه، انا شايف انك مش هتستفيد حاجه، ولا هستفيد حاجه ان انا اشوفها كمان تحت الميكروسكوب. خلاص؟ طيب تعال نشوف الايج. البيض بتاع السودوفايليدي بيبقى اوبركيوليتد زي مين؟ زي الهيتروفيس اللي اتاخدت في التريماتودا، وبيبقى اماتيور وبيحتاج ميه، نيد ووتر زي التريماتودا. بص البيضه بتاعتها بصراحه دي كلها شبه بتوع التريماتود، يعني كان في تريماتودا كده احنا ما خدناهاش بالتفصيل اسمها فاشيولا. الفاشيولا الايج بتاعتها تيبيكال البيضه دي بتبقى اوفال واوبركيوليتد واماتيور، يعني بتحتوي على شويه خلايا. طب السايكلوفايليدي اللي احنا هناخد مثالها النهارده، السايكلوفايليدي بتبقى العكس، دي اوبركيوليتد الثانيه نون او نوت اوبركيوليتد، دي اماتيور الثانيه ماتيور، دي نيد ووتر دي دونت نيد ووتر. تمام؟ طيب الانترميديت هوست، هنا اتنين هوست، هنا اتنين هوست، وبالمناسبة فيها السكند انترميديت هوست سمك زي بتاع الهيتروفيس، بس مش علينا للأسف يعني معناش بالتفصيل. طب السايكلوفايليدي لا، وان هوست. اللارفا هنا سوليد، يعني ايه؟ يعني هو بص تلاقيه منظره عامل كده، بص شبه الدودة كده وبمصمت، أو تلاقيه شكله عامل كده. وبرضه مصمت. اسمهم السوليد دول في برو سيركويد وبليرو سيركويد. برو وبليرو سيركويد والاثنين مصمتين سوليد. أما ده سيستك. سيستك يعني إيه؟ سيست. يعني حويصلة. فبيبقى فعلا حويصله زي السيست سيركس والسيست سيركويد والهيدات السيست، حويصله بالونه. يعني انا شفت الهيدات السيست دي في العمليات، كنت في سنه خمسه وداخل العمليات جراحه، وهم كانوا بيطلعوا هيدات السيست عباره عن كور شبه كور الجولف كده، بس طبعا رقيقه جدا جدا، وديت اللي احنا قلنا في الامثله لو اتفتحت تعمل انافيلاكتيك شوك. في امثله ازاي البارازايت في الانترودكشن بيأثر على الهيومن، فقلنا انه بيعمل الرجي، ماشي؟ فايوه دي الهيداتيد سيست اللي هي لو اتفتحت في العمليات ممكن تعمل انافيلاكسز او انافيلاكتيك شوك، صدمه.
يبقى دي هايداتد سيست او سيست سيركويد او سيست سيركس، دول السيست اللي هي تمثل اللارفا بتاع السايكلوفايليدي. تمام ماشي، نشوف الاتش ان انا باي.